خلال الأيام الماضية كان في مناشدة من أحد الإعلاميين اللبنانيين الأستاذ طارق أبو زينب، كان في مناشدة للمملكة العربية السعودية ولقيادتها لعلاج زوجته المريضة، أسأل الله لها الشفاء والعافية، وصدرت موافقة القيادة السعودية على علاجها، ووصلت طائرة الإخلاء الطبي وستعالج إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. قبل ما نعلق على الموقف خلونا نشوف هذا الفيديو القصير والسريع للحكاية. هذا جزء من مراحل نقلها للعلاج في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. لهذا الموضوع الإنساني ثلاث وقفات. الأولى نرجو كل الصحة والسلامة والعافية لهذه السيدة اللبنانية الشقيقة، وأسأل الله لها الشفاء. الثانية هذا الموقف المشرف من قيادة هذا الوطن يصادق على الدور الإنساني الكبير للسعودية في كل مكان في العالم، ويصادق أكثر على حقيقة الخطاب السياسي السعودي الذي دائما يفرق بين الشعوب إجمالا وما يحدث من بعض الحكومات أو الأحداث. وارجعوا للبيانات الصادرة بهذا الخصوص في لبنان اليوم، رغم الأزمة المفتعلة من قبل وزير الإعلام السابق وما لحقها من قرارات، إلا أن اليد السعودية الإنسانية تمتد للشعب اللبناني. في اليمن مثلا السعودية تقود التحالف للقضاء على الإرهاب الإيراني الحوثي، وفي الوقت نفسه يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية بلا حدود للشعب اليمني، بالإضافة إلى برنامج مسامة الذي يسهم في نزع الألغام. وارجعوا إلى كل تاريخ السعودية وقيادتها، ستجدون أننا بمثل هذه المواقف نرفع كثيرا من الشأن الإنساني، ونؤسس ثقافة حقيقية لصدق العمل الإنساني. ولا ينكر هذا الدور العظيم إلا جاحد أو كاره أو أعمى. ثالثا السعودية حين تبادر أو تفزع مثل ما نقول في مثل هذه المواقف، هي لا تنتظر أي شيء أو مقابل أو مصلحة من أحد، وإنما تقدم كل هذا لأنها تؤمن بقيمها ومبادئها وثقافتها التي تحتل فيها الإنسانية عمود الخيمة والركن الأساس والسند المتين الذي لا يهتز. الخلاصة، القوة السياسية والحربية والاستراتيجية السعودية تسير بالتوازي مع القوة الإنسانية المسالمة الزارعة لمساحات الخير والبياض والنقاء في هذا العالم. يمضي الزمن وتتغير المراحل والأحداث، وهذه الحقيقة السعودية الإنسانية تظل ثابتة. فما لله.